السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير، بهذا الفيديو رح نحكي عن الموسم السابع لمعركة التنين. طبعا يعني دخلنا بالدور ال 64 وأنا بقول لكم إنه تحالفي الشخصي يمكن أو احتمال أن نفوز بالمباراة القادمة اللي هي تتأهل للدور الـ 32 وبعدها رح تكون مباراة للأسف خاسرة جدا، رح يكون الفرق كتير كتير كبير. بين المملكتين لأنه رح نواجه إن فزنا 394 واللي بيعرف 394 فمملكة كثير كتير قوية وإن لعبنا الحظ منفوز ترى الشغلة مو بإيدنا بس تأهل لهيك دور يعني دوريات فكتير كتير رح يكون صعب بس تواجدنا من ضمن القائمة ال 64 تحالف هذا الشيء فخر للعرب أولا وفخر للمملكة أن دخلنا بالدوري ال 64 حتى لو خرجنا منها فرح يكون يعني أن اسم أن كنا داخلين نحن بالدوري بس الممالك اللي ضدنا أكيد رح تكون كتير كتير قوية وفي قلاع يعني أقوى منا من ناحية التحسينات ان كان عندنا قلعه مثلا هجومها مثلا 1400 مشاة فحنواجه خمس قلاع هجوم المشاة 1400 ما راح تقدر تسيطر على المباني راح تخسر راح يكون اللعب والتكتيك مختلف جدا بالموسم السابع راح يكون المشافي ان امتلت رح يكون في زيادة 50% لكن ان ما شفت قواتك راح تموت القوات وتصير قتلة عشان هيك الناس بتخاف من تصفير قلاعها وتصفر قلاع بالحملة من الدورة 64 وانت رايح راح يكون كتير كتير صعب واللعب هو لعب يا, يا تكون الاول يا ما راح تكون الاول شو توقعاتي لل, لل... لهي المرحلة، للموسم السابع خلينا نحكي يعني بكل شفافية وبكل صراحة مثل ما حكينا بكل موسم أنا بحكي فيه وبيطلع يعني كلامي أنا ما هو بغلط، للأسف يعني أنا بقول لكم 80% يعني رح تكون المركز الأول لمملكة صينية، تمام؟ و20% رح تكون للمملكة العربية هي المملكة 200 طيب شو السبب يعني شو بيخلي انه مملكة 200 قوية جدا يعني ما انها سهلة لكن التوقيت التوقيت بيلعب كتير دور شباب بالمعركة يعني انا بتذكر يومها كان الموسم السادس بالنهائي كان التوقيت الساعة تقريبا ثلاثة العصر بتوقيت مكة المكرمة والساعة تقريبا حوالي 2 آه، الظهر بتوقيت أوروبا طبعا هذا التوقيت بالنسبه للشباب عندنا يعني العرب اللي احنا تقريبا نص الشباب بيكونوا بالدوام بالشغل ما بنكون متواجدين اصلا على الحمله فاللي حيتواجدوا يا اما شخص ثاني عم يلعب بقلعتين يا اما الشباب عم يتواجدوا اكثر الاحيان نحن بنلعب صوتي يعني بندخل كلاتنا صوتي وبنلعب فريقين مثلا هذا الفريق اللي مستلم هاي المجموعه بهذا القسم بيدخلوا صوتي لوحدهم عشان ما يخربطوا الشباب اللي مستلمين بالقسم الثاني اللي هن مثلا عند الكريستال هاي مثال فكثير ناس بتلعب صوت كان كانوا عرب كانوا اجانب الى اخره المهم المعركه يعني كمركز الاول يعني بتوقيت الصين رح يكون المساء تقريبا حوالي الساعه 8 المساء يعني افضل توقيت انهم هم ما يكون عندهم اشغال ومش بكونوا بالدوام ويقدروا يخلوا يلعبوا طيب هذا التوقيت ليش ما بنقدر يعني نحن نقسم البيدر بالنص مثل ما بنقول ونعمل التوقيت بحيث انه الشباب يكونوا متواجدين يعني مثلا المسويات الساعة 6 المساء تمام بس رح يكون بالصين الساعة 12 بالليل هذا الشيء ما رح يمشي الحال رح يعملوا الظهر بس الظهر تقريبا أنا يمكن ما أكون موجود فلا ما أكون موجود أوكي يوم السبت واحد ما بيعرف شو بيصير معه من ناحية الدوام دائما يعني بقول لك واحد يعني اللعبة آخر همي بيسلم على شاب تاني بحيث إنه الشاب التاني يلعب فيها بكون عنده زلمة دوام عنده شغل عنده التزامات عنده عيلة إلى آخره اما بيكون مثلا العكس الصحيح اللي هو الساعه 8 المساء بتوقيت مثلا اوروبا او 8 المساء بتوقيت يعني اللعبه 9 المساء بكون كل العالم موجوده بتكون 4 الفجر عند الصين هذا الشيء ما راح يقبلوه هن بدهم الصين مركز الاول من الموسم الاول للموسم السادس الصين مركز الاول احنا ما نضدهم وانا ما نضدهم وما بكره الشعب الصيني ولا انه عم بيلعبوا بس انه كمركز الاول لا بس ما في عداله باللعبه من هي الناحيه طبعا إن حكينا ما خلصنا ما حكينا ما خلصنا لكن هي هي اللعبة يا نتقدم يا نوقف مكاننا يا أما نضل ذكرى ب بهي اللعبة وطبعا بعض الناس بتعتبر رأيي رأيي هو رأي فاشل أو رأي ما بيعجبها هذا الشيء بيرجع لها كل شخص عنده رأي وحر فيه طالما عندي هي القناة بتنص على اللعبة فالي حرية الرأي اني اتكلم عن طريقة اللعب اللي عم تلتعبها باللعبة، وفي اشياء كثير مخباية ضمن اللعبة، طبعا هي الاشياء يوم رح لكم انا خلاص بطلت العاب ان عن حدها، لكن ان شاء الله رح احكي عن هلأ الترتيب وعن المجموعات والى اخره وشو توقعاتي اللي انا صحيحا يعني ما بعرف كل الممالك اللي راح تلعب يعني ما نلعبان ضدها لانه مملكه قويه بس بعرف ناس يلي هي بهي المملكه وغيرها طيب اول شيء مراحل التحالف طبعا احنا بالمرحله الثانيه مثل ما شايفين هون 744 وباقي التحالفات اللي شايفين ترى كلها ممالك قويه تمام مملكه 242 مملكه قويه جدا تمام يعني اه احتمال مو احتمال يعني هي رح تتأهل للدوري هلا نحن بدورة ال 64 مملكة 242 رح تتأهل من الدوري ال 64 للدوري 32 للدوري 16 وبعدين رح يكون عليها صعب جدا انها تفوز اذا لعبت ضد مملكة صينية فصعب جدا انها تفوز احد لاعبين مملكة 1314 او او ما شابه المهم نشر على الويشات انه 1314 364 يعني هي المرحله الاولى اللي انتم شايفينها فوق وما ادري اي مملكه 1806 ما بعرف المهم انه كتب انه ما بده الناس يلي بتصور مباشر او بتصور مباريات يلي بتنعطى من قبل الدعم او من قبل المطورين بطاقات مشاهده لحتى واحد يقدر يفوت يشاهد طبعا بنحاول ان شاء الله انه نفوز باول مباراه لانه رح نلعب ضد 394 انا متاكد ان ما فزنا من اول مباراه ف للاسف يعني اللعب لعب مو بس لعب انه انت عم تلعب الوقت لا في كتير شغلات ضمن اللعبه اللي هي يا بتكون معك يا بتكون ما حالفك الحظ انك انت تربح حلو تمام الكلام الان يعني لو لعبنا 394 ضدنا فاكيد راح اصور انا وراح اصور خصائص راح انزلكم على اليوتيوب ونشوف خصائص 394 وكيف لعبهم وكيف تكتيكاتهم حتى لو خسرنا حتى لو ما لعبنا لعب كامل وحتى لو انا حطيت درع لانه بوراتهم كلها عاليه 5 مليار و3 مليار و2 مليار و... والسيد كله ستين فأكيد رح صور أنا بكل الأحوال لحتى نستكشف شو هالخصائص اللي عندهم شو عم يلعبوا شو التكتيك اللي عندهم أم... إلى آخره هاي التصنيفات اللي انتم شايفينها هون افضل 64 تحالف فالعين الحين <applause> رح نشوف مجموعة طبعا هون 520 مملكة قوية مملكة الصينية رح تتأهل كمال للثمانة يعني من 64 ل 32 ل 16 ورح ادخل 8 أه صعب يعني ما في شيء حدد لكم اياه اللعب كيف رح يكون بس التوقيت رح ارجع لكم بس على نشوف أه نحن هلا عندنا كم تحالف عربي واحد اثنين ثلاثة أربعة عندنا اربع تحالف عرب من ضمن ال 64 تحالف رح نعد كم تحالف صيني رح يواجه اللاعبين طبعا عندنا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر 11 12 13 14 15 16, 17 18 19 عندنا عشرين تحالف عندنا عشرين تحالف صيني أه البقايا كلياته انا ماني شايفهم تمام و ومثل يعني مو ما شايفهم من من ناحيه انه آه مستهتر فيهم لا ما ما شايفهم من ناحيه الوقت اللي بدهم يلعبوا فيه لانه كان رح يكون كثير الوقت ان كان بدول دول عربيه او اوروبيه خاصه مثلا بامريكا يعني في يمكن في فرق كبير رح رح يكون في في يعني فرق شاسع وما رح تكون متكافئه اللعبه مزبوط وخلينا نحن بالاخير رح نشوف كيف رح يلعبوا المباريات وان حصلنا يعني الشرف انه ندخل نتفرج على باقي المباريات رح نصور تمام لاني رح صور المباريات حتى لو طلعت ان حصلت وكان لي دور اني انا اقدر صور وقدرت صور فاكيد رح صور لكم واعرض لكم ان ما صورت فهذا الشيء بيرجع انه احنا ما استلمنا بطاقات وما نقدر نفوت نصور طبعا هي المجموعه A وهي المجموعه B اللي انتم شايفينها هون خط 321 130 182 طيب وهي المجموعة نحن اللي هي نحن رح نواجه 1661 على هو ما أنا شايف أنا نحن 1661 لعبنا ضدهم بالبحر ما شفت اللعب اللي, اللي أنا يعني حسيت أنه مملكة جبارة رح أكيد رح تكون مباراة قوية اه ونحن وحظنا إن شاء الله انحالفنا الحظ وفزنا مو لحتى أني أنا أتأهل بس على اسم أنه تأهلت على الدوري ال 32 لا لحتى واجه 394 شوف خصائصهم وتكتيكهم وكيف لعبهم هذا اللي بدي اياه اهم شغله آه طبعا جوائز اللي احنا استلمناها جوائز اللي احنا كان ترتيبنا 39 واخذنا جوائز ترتيب 39 من آه بقيه آه الترتيبات وبعدين ما خلينا مجموعه دي مثل ما شايفين 523 السماء محتطله حليف مين بده يلعب ضده سمعنا حطط لها هون واحد تاني وشوف بقى التحالفات طيب هاي المجموعات الاولى خلينا نحن هلا نفوت على المجموعات اللي تحت المجموعة A 521 541 راح تواجه مملكة 200 مملكة 200 راح تتصدر تمام أه 756 ضد 1081 احتمال نظريا انه مثلا 756 تتصدر رح تفوز ان شاء الله مملكة ميتين رح تطلع تمام بعدين هون خمس ستمية وثلاثة وسبعين ستمية عفوا سبعة وثلاثين ستمية وثلاثة وعشرين سبعمية وخمسطعش الف وثلاثة ما فينا نتحذر هلا مين رح يلعب لأن أنا هي الممالك ما لعبت معها للساعة بس احتمال كتير كبير ستمية وثلاثة وعشرين اللي هي تتصدر ضد مملكة ميتين للعبة على اللي بعده المهم عندنا هون الباقيين مملكة 27 و 1006 وإلى آخرهم أنا ماني شايف لسه مملكة 1314 ولا 1806 رح تتواجه 1361 المملكة الكورية طبعا 1300 1806 رح تتصدر رح يواجهها بالأخير مملكة 2007 رح تتصدر ما رح تتصدر ما بعرف ما بعرف من هذا التحالف أصلا يعني بنشوف شو الترتيب 597 وسبعة وتسعين رح تتصدر رح تواجه 242 واثنان رح تواجه مملكة 360 تمام لأنه عندهم 360 وستين عندهم ماكا مدري شو اسمه قوته 12 مليار الحظ اللعب لعب فن تكتيك وبالنهاية يلعب على الحظ انه مين رمكت. حظه حلو انه بقى ليه.

عندنا هون بعدين راح يكون يعني اللي راح يلعب اخر الشيء هو 242 ضد 597 هو راح تكون مباراه نار 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 يعني اذا انا يعني ان شاء الله حصلت بطاقه وكنت يعني موجود مع الشباب وتحالف العربي 242 دخل فاكيد راح ادخل اصور طبعا في ناس معترضة أمر التصوير علشان أنه خايف على خصائصه ولا ما شو ولا ما بدنا ينعرض خصائصنا لشخص تاني وما بعرف شو هذا حكي حكي فاضي لأنه بيعرف حاله صاحب خصائص قوية وشخصية وموجود وله دور كبير وعم يلعب باسم تحالف ان كان عربي ولا ان كان اجنبي فهاي الاشياء ما راح يعني تهمه كثير تمام والموضوع موضوع هو انه يوصل بالنهايه صوت يعني خاصه صوتنا صوت العرب لضمن اللعبه، بس آه للاسف يعني انا ما بعرف شو بدي اقول لكم بالنهايه يعني مملكه 200 تمام؟ مملكه 200 لو 242 واجهت مملكه 200 فرضا تمام؟ مملكه 200 ومملكه 42 رح يلعبوا ما لكم ما راح يلعبوا لا مثلا مين راح يفوز بالاخير بس توقعت انه مملكه 200 ان شاء الله راح تتقدم لانه من اقوى الممالك العربيه اللي راح تتقدم وراح تلعب ضد 1314 مره ثانيه تمام ليش 1314 لانه 1314 عندهم قلاعه كثيره تمام من البور ومن الخصائص يعني ما تطلعوا انتم مثلا 597 عندهم ثلاثة أو أربع قلاع قوية 1314 فعليا عندهم ناس يعني أنا ما على زمتي بس عندهم ناس من ضمن اللعبة نفسها يلي هي يعني المطورين اللي يلعبوا باللعبة لأنه ما اللي المطورين ما عم يلعبوا لازم المطورين كمان يلعبوا اللعبة ويطوروا لحتى يعطوا دافع أكبر للخصم إنه هو كمان يشحن ويدفع مصاري لحتى يكون لهم دور تمام المجموعة خلصت تمام هي كل المجموعات اللي عرضنا لكم اياها ليش احتمال للمملكه انها هي تفوز المملكه الصينيه مثلا 1314 احتمال انه هي تفوز وتاخذ الاول لانه صعب جدا انه يخلوا اللعبه مملكه عربيه تفوز اولا ثانيا النهائي اللي راح بالموسم السادس ما اعطونا بطاقات لحتى نصور بحجه انه النهائي انه لازم نحنا نصور اللعبة طيب يا عيني يا روحي انا يعني ما بعرف بدي احكي بس طالما انه انتكم انتو بدكم تسجلوا بس النهائي تمام الناس اللي عم تشغلوها لانه اني ادخل صور واعرض وامنتج ومنتج ف من القصة ما جوائز لانه يعني فيني اشحن وفيني اعمل وفيني اساوي في ناس راح تختلف بالرأي أم... بس يعني كان فينكم انتم خلص انتم مو لعبتوا 13 او 14 مباراه اللعبه فينها انه اصلا تسجلكم على الفيسبوك وتشارك التسجيل والناس رح تدخل تتفرج من الدوري ال 64 حتى النهائي وهيك نحن بنتابع معكم خطوه بخطوه ما في داعي للبطاقات انه نقعد نحن نصور ونعمل ونتعزى ومدري شو بتجونا بالنهائيه اللي نحن طول الوقت عم بورجي المشاهدين من الدوري ال 64 لاخر لا شيء بعدين بتقولوا النهائي اللي احنا رح نصوره، طيب شو شو رح يدور تحت الطاوله بهذا النهائي؟ شو الامور اللي رح تتغير؟ في امور يعني مؤامره كونيه على العرب على فكره بقلب اللعبه انه ما ياخذوا الاول ولا باشد المستحيلات، تمام؟ انا ما بحط على زمتي ولا بقول لكم انه لا انه مملكه 200 انه ما فينا تاخذ الاول مملكه 200 فينا تاخذ الاول وبجداره بس اللعب من تحت الطاوله يلي هو رح يخلي مملكة الصينيه هي اللي تاخذ الاول بغض النظر شو كان رقمها بس ست مواسم مملكة الصينيين والسأل الموسم السابع ما بظن مملكة عربية وإن أخذت مملكة عربية فإن شاء الله ألف مبروك سلفا لأن كانت مملكة 200 أو 242 مبروك سلفا لأسم العرب أنه نحن بهي اللعبة أنه العرب أخذوا الأول وتصدروا ويعني فخر لأن ما فيني أقول ما فيني أقول يعني أكثر من هيك وهذا الفيديو كان لليوم طبعا أنا بتأخر عليكم بالفيديوهات ما عم بنزل فيديوهات ضغط الشغل وإلى آخره مواسم ورا موسم ومن ضمن حياتي الشخصية يعني إني أنا صرت يعني بالشغل دائما في أمور إنه أنت بتكون يعني من عامل أفضل من عامل يعني مراتب هي ما الله يعلي مراتبكم فوصلنا لمرحلة أنه لما نستلم قسم كامل وبكون أنت عندك عمال فهون راح تكون يعني صعب أكتر أنك أني أنا تواجد باللعبة إن شاء الله إن الله خلانا من الطيبين نرجع لكم يعني بقوة أكتر وأنا ما عندي مشكلة يعني في ناس تعرف خصائصي وناس تعرف شو عندي الناس تعرف حتى شو عامل تحسينات يعني وفي ناس تعرف شو عم باكل وشو عم بشرب فالموضوع وكل ما فيه انه تابعوا اللعبه لحتى تحس انك انت خلاص ما عاد تكفي و... وانا متابع معاكم لحد اني يعني اني يا اترك يا اما اكمل يا اما اترك يا اما اكمل يعني ما عاد في هالمزاج العالي باللعبه بسبب كتير أمور هلا مثلا آخر أربع أبطال عبارة عن تعزيزات وإلى آخره وبطيخ بسمر يعني أنا كله على بعضه ما نشاف له أهمية ولا الحجر اللي طالعوه كمان ما له أهمية بس تحديثات بحيث أنه تتقدم شوي شوي اللعبة بس الجاي أعظم بهي اللعبة لحتى تكون في أمور يعني برمجيات اللي راح تكون باللعبة من تحديثات من أمور أبطال من آخره بدنا أه يتابع واحد لحتى بس أه يعتزل حاله عن الملل تمام لحتى يونس حاله مع الشباب ويتواجد مع اللاعبين كنت مزرعه ولا ما كنت مزرعه أه ما سوينا القناه وحكينا وعملنا وطورنا من حالنا أه من لما يعني هلا مثلا بهي القوة القلعه اللي انا هلا عم بلعب بشحن وبدفع أه لحتى اقدم شيء احسن وافضل تمام ما فيني لكم الا يعني يعني اسف على اطاله الفيديو و وان كان عجبكم الفيديو ف هذا الشيء بكون فخر لنا وما عجبكم الفيديو فهذا الشيء بكون قرارك الشخصي وحريه الراي تبعيتك واضاعتك للوقت لانك سمعت هذا الفيديو بس حبيت احكي كل شيء عندي ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته